كاريخ ديما مع سليم بوصفارة. حكينا على لطيفة اللي في ظرف أعوام خدمة في معمل جازوز تعديت من سكرتيرة المديرة الموارد البشرية. كيفاش شعبيتها عند الخدامة وفات نهار التالي ولات مديرة. شوية منهم وبرشا منها كبرت وغلطت في روحها وما عادش يهمها في حد. وآخرتها دخلت في عركة مع ممثل النقابة. وهذه كانت غلطة استراتيجية كبيرة. كيف ولات لطيفة مديرة ولا عندها اهتمام خاص ومفرط مع الانتدابات. كانت تشيخ وما تراتي حتى انتروتيان دومبوش. تقرر وبكلمتها شكون يدخل وشكون ما يدخلش. مش مسألة سيفي وكفاءة وخبرة. رضات بيك لطيفة تدخل، ما عجبتهاش انسى. كانت تكره البنات ونسى اللي حليلتهم وكلاس ومخهم معبي وجايين بتجربة باهية. قولك لطيفة معمل معبي برجال يجيب لهم بنيات ونساء حليلتهم توثيق في الخدمة وتولي كلها غراميات. لطيفة مسؤولياتها حلت لها بيبان وخليتها تعمل برشا معارف. برشا واللي يتقربوا لها ويكلموها فمشي ما تدخل لهم ولادهم ولا قرابهم ولا أصحابهم. كانت تقذيلهم وعجبتها كيفاش أغلبية الوقت يفرحوا بها. نهار نهارين جيها هدية دي بون كادو، عشاوات خالصة، كادوات توصل لها الباب الدار كيما دي زوبجي ديكوراتيف ولا إلكتروميناجي، مكياج وبارفانات والقائمة تطول. هذا ما تعتبروش سرقة واستغلال نفوذ وتدبير راس، هذا تسميه جيست وبروف دو سافوار فيفر من عند عبيد يعزوها وحبوا يشكروها. لطيفة كانت تشيخ وتموت على حاجة اسمها تطريد. كيفها وجوها كيف تحل الأنكيت على موظف توصل تحلم به الليل، ما يصعب عليها حتى دوسي. سرقة، فصعة، استعمال ماتريال المعمل لأغراض شخصية، عركة، تحرش، تخريج معلومات مهمة بوغ ان كونكورون. يا لطيف كي كانت تجيها دي انستركسيون من عند الديريكسيون جينيرال باش يطير واحد من الخدامة. فنانة في تحضير دوسي مضروب بالسفود. كيما يقولوا كل حلمة عندها نهاية. فما نهار جي جواب من عند نقابة معامل المشروبات الغازية، حبوا يقابلوا مجلس الإدارة اللي وافق لهم فيسع واستقبلوهم بعد جمعة. يا إلهي جايين بالذمة على خطر لطيفة، جايبين دوسي معبي كله اختراقات بالحجج والتصاور، تسجيلات التليفونات فيهم لطيفة متواطئة في تدخيل دي كونديدا بالمعارف، تسجيلات في دي زونتروتيان دومبوش فيهم تجني على دي كونديدا مش حابة تدخلهم. كوميسيون بزوز ملايين خذتها من عند خبير في التنمية البشرية جابته يعمل في تدريب الموظفين الإدارة. وآخر حاجة تسترت عليها وخبيتها هي دوسي اعتداء جنسي صار في وسط المعمل. كانت هذه الضربة اللي طيحت لطيفة بالكاو. في أيام اتخدمت لونكيت وخرج فيها خرم جديد وقديم وطاحت لطيفة وحتى حبيباتها ما رحموهاش. مجلس التأديب قرر تطريدها بخفوت غاف وقرر ما يتبعهاش قانونيا كان تقدم وحدها ساديميسيون وتتنازل على مستحقاتها. وافقت لطيفة وخرجت يدها على راسها، ما عادش تخرج من الدار وولدت في عزلة. حكايتها فاحت وخلطت حتى المحسن والحومة الكل، حتى حد العادي يحب يخدمها. قعدت 3 سنين بطالة حتى في الاخر لقات خدمة في سونتر دابيل ومن غادي ما تحركتش. كاريخ ديما مع سليم بوصفارة.